لانه الساحه هي عندها واحد رمزيه اللي كتوجب على علينا كمسؤولين وعاملين مع المجلس البلدي وكسلطات اقليميه باش نعطيوها واحد الشكل اللي كيتلائم مع الرمزيه ديالها والموقع ديالها. كذلك عندنا مشروع ديال التهيئه ديال شارع سعد الرحمن، الرصيفه ديال سعد الرحمن، بالاضافه الى التهيئه ديال الضريح سعد الرحمن، لانه الحاله اللي كتوجد حاليا كتطلب منا باش نعاونوا النظر في الحاله ديالو التهيئه. هاد المشروعين ساحه الكوفه وشارع الرحمن دراسه في المراحل الاخيره ديالها وسيتم قريبا الاعلان عن طلب العروض لانجاز بشري. فيما يخص المشروع ديال الحماية ديال المدينة والفيضانات، هذا مشروع اللي البلدية دخل فيه بشراكة مع وكالة حوض ماء لسوس منسى، وكذلك المكتب الوطني للماء الساحل الشرب. هذا المشروع عمل دراسة حالية في الجارية فيه قريبة من الانتهاء ديالها. كذلك عندنا المشروع اللي سبقت فيه هو مشروع يندمج في اطار البيئي واطار التنميه المستدامه، لانه كنعرفوا بان حاليا المدينه ديال تيزك كتوفر محطه لمعالجه المياه العديمه، وبالتالي فانه لازم المنطقه في الظروف الحاليه في العمل بانه هذه المياه يتم تصريفها بدون استدامه. لهذا الصدد تم التنسيق مع المصالح للمديريه الاقليميه للزراعه تصدير اجازه المشروع اللي عاد استعملها وسحي المزارع اللي كتواجه المحيط ديال المحطه متوجهه بدوار دوتركا واتبان. المشروع تم الاعطاء انطلاقه ديالو في الاسبوع الفارق وغادي يسقي حوالي 300 هكتار كمرحله اولى بصبيب متوفر من المحطه يصل الى 2900 متر مكعب. صوره للمحطه المنجزه، هنا الاحواض لانه للعلم لكم بان المحطه ديال معالجه الزيت هي كتوفر المعالجه تتم للمرحله الثلاثيه، يعني بان هذه المياه اللي غادي يتم تصريفها هي المياه اللي كتمكن من استعمالها في السقي. وكانت مدينة الزيت ما بين المدن القلائل اللي وصلت فيها الانجاز ديال المحطة لهذه المرحلة اللي هي المعالجة الثلاثية، لأنه أغلب المحطات اللي كتوجد في البلد يلا المعالجة الثانية. وهو حول مشروع تأهيل المدينة العتيقة تقدمه الأستاذة سليمة الناجي عن مكتب الدراسات الهندسية. في الشهر الجاي والله يعلم غادي نبداو نخدمو حي باش نشوفو مع الناس آثار ديال مدينة عتيقة ونشوفو معاهم كيف نخدمو وكيف نديرو باش المدينة تبان وتكون وترجع كيف كانت في الزمان إن شاء الله. وشكرا. ننتقل الآن إلى عرض أخير ويكون أهم جوانب مخطط التنمية الجماعي لبلدية تيزنيت والذي تشتغل عليه وكالة التنمية الاجتماعية مع مكتب الدراسات ريجيس، وسوف يقدمنا هذا العرض السيد حسن عرافي مختص وخبير عن مكتب الدراسات ريجيس. يتشرف مكتب الدراسات ريجيس بمشاركتكم في هذا المنتدى الذي إن دل على شيء فإنما يدل على جديتي وديناميكية سكنة هذه المدينة الرائعة التي لها عمق تاريخي قوي
بلدي في الشخصيه الرئيسيه وكذلك الى سوق المحل الشخصيه الرئيسيه عامل القيم على تقنيه الرغبه في مكتبنا وحتى تناول هذه الدراسه بمشاركه مجموعه من الشركاء في هذا المجال. ساسرد عليكم من خلال هذا المؤتمر ماذا نصل بذلك ولماذا نحن وماذا يجب ان نفعل. تعلمون بان المخطط الجماعي للتنميه من حيث الفكره وليس من اليوم، حيث ان المواتير الجماعيه السابقه اكدت على مفهوم الاستراتيجيه من خلال مثلا المخطط التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في الميثاق السابق، لكن جاء المشابه في تعديل الميثاق الجماعي سنه 2007 بعدا اخر اكثر انضباطا لمفهوم الاستراتيجيه من خلال الماده الاستراتيجيه من الميثاق الجماعي. فاصبح التخطيط يعني يهدف الى منح الشمول لا يقتصر ولا نختزله فقط في الجوانب الكميه او الجوانب التقنيه، وانما الامر هو اكبر من ذلك، حيث لا بد ان نلم بكل ما هو اقتصادي واجتماعي ومؤسساتي ونضمن التوازن المكاني الى اخره. يجب ان نجعل من هذا المخطط او هذا العمل منتوج منكم واليكم، حيث دور ديال مكتب الدراسات هو ان يجب ان يستقرئ الاتجاه العام لساكنة هذه المدينة وان يقوم باستغلال المعطيات ومعالجتها واستخلاص النتائج التي يجب ان يعرضها على السكنة التي كانت تمثل بداية القوى الاقتراحية. اذا هذه المسألة ديال التشارك مسألة جوهرية في الميثاق الجماعي من خلال المادة السبتية. وبالتالي الجميع يجب ان ينخرط في مسار يعني تحقيق التنميه، لان التنميه هو مسار يعني مسار